يا سيدي عندك الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطني، شوف كل حزب مبادئه ايه وسياسته ايه واختار اللي يناسبك. انا ما فهمش في المبادئ والكلام ده، انا عايز ادخل حزب تقيل. تقيل يعني ايه؟ يعني هو اللي ياخد الحكومة. وما يعني هياخدوك وزير معاهم؟ ومين قال وزير؟ امال يهمك ايه انه شكل الحكومة؟ يبقى انا ظهر وكله منفعة. اصل انا بيني وبينك هتبرع بقرشين كويسين للحزب ده، ويا بخت من نفع واستنفع. يعني برضو يشيلوا لنا قرشين من الضرايب، يدونا حصه من الكاستور اللي بينزلوه على البطايق، يحطوا لنا عمدان نور قدام المحلات. بتتكلم على المكشوف خالص. مفيش احسن من الصراحه. وبعدين انا هلف وادور عليك انت. احنا عشنا مع بعض كام سنه وكلنا مع بعض عيش وملح. انا عمري فرستي مخابت في حد قد ما خابت فيك يا نجيب. في انا ازاي؟ واحنا طلبه سوا في الازهر كنت متصور انك هتبقى غير كده. يا شيخ محمد، انت اصلك ما عرفتش الفقر ولا الغلب. انا اتمرمطت كتير، جت عليا ايام كنت بنام على الرصيف. يبقى تشكر ربنا انه كرمك واداك. انا شكره وحمده وبطلع لله كتير قوي. جنب اللي بتطلعه وقبل اللي بتطلعه تصلح اللي جواك، الانانيه والانتهازيه والملاوعه. وانا لولا كده كنت مشيت في السوق. بيني وبينك انا داخل دلوقتي على 500,000 جنيه، بس اوعى تقول للضرايب. خساره نجيب، خساره انك بقيت كده. كنت زعلان من عبد المنعم زميلنا ومن افكاره المتعصبه. بصراحه لقيته احسن منك. عبد المنعم دلوقتي احسن مني؟ على راي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ليس من طلب الحق فاخطاه كمن قصد الباطل فاصابه. عبد المنعم أخطأ طريقه للحق، لكن ممكن يصلح طريقه ويوصل له. أنت أصدت الباطل وللأسف وصلت له. باطل إيه بس؟ أنا ماشي بما يرضي الله، لا بسرق ولا بزني، كله بالحلال. بالمناسبة بقى، أنت متجوز كم واحدة دلوقتي؟ 3 على ذمتي، وليا الحق في الرابعة، بس أنا قلت بناقص بقى. لا، أنت حقك في واحدة بس. لا بقى، هو أنت عشان شيخ الأزهر هتشرع على كيفك؟ ما احنا برضه حافظين قرآن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مش كده؟ وبقيت الآية يا نجيب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي آية ثانية يقول عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني انت بتحرم بقى الجواز بأكتر من واحدة؟ استغفر الله العظيم، انا ما اقدرش احرم ما احل الله. لكن كل اللي عايز اقوله لك ان في الاصل زوجة واحدة والاستثناء اكتر من واحدة. انت بقى عملت الاستثناء قاعدة. النساء دول زينة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، مش كده؟ الله، هو انت تاخد نص الآية اللي يعجبك وتسيب الباقي على طريقة ولا تقربوا الصلاة؟ يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. سيبك من ده كله، أنا عايز خلاصة الكلام، ادخل حزب ايه؟ ما انت خلاص اخترت الحزب اللي يناسبك، حزب الشيطان. استغفر الله العظيم، ليه كده بس يا شيخ محمد؟ هو انت ما تريحش في حاجه ابدا؟ ما درتوش اخر الاخبار؟ ما فيش اجازه في رمضان. جبت منين الكلام ده؟ قرار طلعه الشيخ المراغي. احسن حاجه. احسن حاجه ازاي؟ رمضان ده شهر العباده، والازهر من اول ما ابتدى وهو بيوقف الدراسه في الشهر ده. اللي فات كان غلط والجديد هو الصح. ما بعد كده كل الدواوين هتعوم على عوم الازهر، وما بقاش رمضان شهر العباده. ما هو العمل عباده وتسهيل مصالح العالم زي الصلاه والصوم ويمكن اكتر. يعني كلكم موافقين على الكلام ده؟ وما نوافقش ليه؟ رمضان عمره ما كان عطله، ده حصل فيه اكبر انجازات للمسلمين، غزوه بدر وفتح مكه. ما عرفتوش اللي حصل؟
عرفنا حكاية شهر رمضان. يا ريت على رمضان، ده فيه اللي أكتر من كده. قرار ترتيب حصص الدراسة. ماله رخم؟ دروس الحساب والهندسة بقت في أول النهار، ودروس الفقه بقت في الآخر بعد صلاة الظهر. خلاص ما بقاش أزهر، بقى مدرسة الأزهر الأمرية. هو الحساب والهندسة ده مش ضروري علشان نعرف مواقيت الصلاة واتجاه القبلة وأنصبة المواريث وأوقات الصيام ومواقيت الأعياد؟ أيوة، يعني واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني يبقى أهم من الفقه يا شيخ شلتوت؟ مش حكاية أهم، دروس الحساب والهندسة عايزة مخ صاحي تبقى في أول النهار، والفقه بيتاخد بالتأني، ممكن يبقى بعد منه. وده برضو كلام، ما تقول حاجة يا شيخ بقوري. أنا موافق على كده، العلوم الحديثة لازم تاخد فرصتها كاملة في الأزهر. إحنا هنفضل ساكتين لغاية إمتى عن القرارات اللي نازلة كل يوم شكل؟ هنعمل إيه؟ إيه اللي في إيدنا نعمله؟ الأزهر كده ما بقاش أزهر، طلع من جلده. حد عارف مش يمكن فيها مصلحة؟ مصلحة إيه بس يا شيخ رفاعي؟ أنت بعد الشيخ المراغي ما رجعك الأزهر بقيت غير الأول. طب ما هو رجعك أنت كمان. بس أنا ما تغيرتش، اللي بقوله في الأول هو اللي بقوله في الآخر. وهو اللي بيتقال في الأول ولا في الآخر هيغير إيه؟ يغير لو الأزهر واقف كله يد واحدة. هو في الأزهر ده اللي يقف كله يد واحدة؟ ده الشباب الجديد كل ما يطلع قرار يطبلوا سقفه. يعني خلاص نسيبها تخرب؟ الشاطر اللي يعدي الريح. التجديد ماشي يا شيخ عبد المنعم، بكيفك ماشي غصب عنك ماشي. قصدك التخريب مش التجديد؟ عليه العوض ومنه العوض. حسنين باشا، عملت ترتيب الجمعة دي هنصليها فين؟ هو جلالتك لازم تصلي كل جمعة؟ الصلاة واجب على كل مسلم. ممكن جلالتك تصلي بدالها الظهر في القصر. الجمعة فريضة وانا احب ابقى مع الناس، ايه المانع؟ انا بصراحة بعمل حساب خطباء الجمعة، لما بيلاقوا مولانا مع المصليين بيتجرأوا وبيقولوا كلام ملوش لازمة، زي اللي حصل مع الشيخ المراغي في مسجد الرفاعي. هو الشيخ المراغي هيصلي الجمعة فين؟ في الجامع الازهر. احنا عموما مش جلالتك هتصلي في مسجد من مساجد الخاصة الملكية. اعمل ترتيب الجمعة دي هنصليها في جامع الازهر عند المراغي. ابويا الله يرحمه اخر مرة شفته قبل ما ارجع من انجلترا قال لي اتنين لازم تبقى صيرتك بيهم قوية قوي، الجيش والازهر. المراغي هو اللي هيخطب في الجامع الازهر. انا عايز اسمعه. اللي يشوفه مولانا، بس انا خايف على هيبة الملك. هيجرالها ايه هيبة الملك؟ المراغي في كلامه بيتجاوز الحدود، وده بيشجع غيره، والمفروض تبقى للدستور ذات الملك مصونة لا تمس. يا احمد باشا اديني النصيحة، والنصيحة لا تمس ذات الملك. بس في حدودها، هو متصور ان منصبه الديني يخليه يعلم ويوجه ويهيمن، زي ما عمل البابوات في العصور الوسطى وفرضوا سيطرتهم على الملك. انا قلت الجمعة دي هنصليها عنده، بعد كده نبقى نشوف الوضع ايه. انا حبيت اشوفك قبل ما تقابل جلالة الملك يوم الجمعة. خير يا دولة الباشا؟ عايز اقولك ان رجال الحاشية كانوا معارضين صلاته في الازهر، وجلالة الملك خالفهم. الحمد لله روح الدين بقت ظاهرة فيه، واحنا لازم نساعده على كده يا شيخ محمد. لا خلاف على ذلك. لو سمحت لي يا شيخ محمد، خطبتك قدامه في مسجد الرفاعي كان فيها شيء من الزجر والتحذير أكتر من اللازم. أردت أن أذكره بما يفرضه الله عليه. كويس، بس برضو المفروض كنت تبشره بما أعده الله له. أنا مش متفقه في الدين يا شيخ محمد، بس اللي أعرفه إن الدين تبشير وتحذير، جنة ونار، ولا إيه؟ إنما قصدت الإصلاح، صلاح الملك من صلاح الأمة. يعلم الله أنني أتمثل بما قاله بعض الصالحين، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. مع الدعاء للحاكم يا شيخ محمد الدعوة تكون باللين والرفق. عندك حق، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. بصراحة يا شيخ محمد أنت هتدخل في صراع مع حشية الملك، وكل طرف بيحاول اجتزابه. ولا ينصرن الله من ينصره. في الصراع ده في عوامل كتيرة جدا بتعكسك يا شيخ محمد وبتساعدهم. فسيكفيكهم الله. السلطان والشباب والمال، كل دي عوامل بتتفق مع هوى الملك،
وده اللي بيحاول رجال الحش يستغلاله. انا عايز الملك يقبل على الدين لانه بيجد فيه اللي بيحبه مش اللي بيخافه فقط. انا متشكر قوي على النصيحه دي واعدك بان نتعاون سويا على تنفيذها. المفروض ان انا اقدم استقالتي بعد ما تجرى الانتخابات، وغالبا الوفد هيجي والنحاس باشا هيألف الوزاره، وما تعرفش الظروف هتبقى ايه. على العموم انا صلتي بالنحاس باشا طيبه جدا، وفي وزارته السابقه كان اول ترشيح ليا لمشايخه الازهر، وباذن الله يستمر التعاون معه. بين ثلاثه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، شاب نشا في طاعه الله، وقد عرفنا الشباب الصالح في قصص القران الكريم. كان خليل الله إبراهيم في مطلع الشباب عندما رفض عبادة الأصنام واتجه بقلبه إلى الله. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب لمن صانه وحافظ عليه موعود بالجزاء الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم يا مولانا الملك تحيط بكم دلائل الخير التي نجد بشائرها في هذه الآلاف التي تستقبلكم بحبها وتحيطكم بولائها أينما توجهتم. هذه بشائر خير، فقد جاءنا في حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا القبول يا مولاي الملك بحمد الله صار لك، فعليك أن تحافظ عليه وأن تزيد فيه. رانيها شهرين ثلاثة وبعدين بيهاتيها تاني. تعالي. انت عاوزة ايه؟ انا جاية على الاعلان. وبنتك بتعرف ترقص؟ لهلوبة. تعالي فرجي قبله بترقصي ازاي؟ عشان الاستعراض الجديد انا هبتدي فيه الشهر الجاي، يعني تتمرن 20 يوم. وماله؟ تجيبيها كل يوم بالليل قبل الساعه 9، تتمرن من 9 ل 12، وبعدين تقعد ساعتين في الصاله تتفرج. طب ودي هتاخد كام على كده؟ هديها ربع جنيه في فتره التدريب، ولما تشتغل في الاستعراض هزودها. انت هتتبسطي منها قوي، ده هي كمان كده لسه في الاول مش واخده يعني. بس مهم عندي قوي المواعيد، تجيبيها كل ليله قبل 9 بالليل، فاهمه؟ كل ليله. مع السلامه. يلا يا بت. ايه ده؟ انا مش قلت لك تطفي اللمبه؟ طفيتها ياما. راجعة بعد الفجر، كنت فين؟ مالكش دعوة بيا، انت ليك عندي ايه؟ انت مش طلقتني وكل واحد حر في نفسه؟ لا مش حر في نفسه، انت برضو محسوبة عليا. يقولوا طليقته دايرة على حل شعرها؟ مالكش عندي حاجة.
وبنتي دي هتربيها على الصياعة؟ صياعة؟ أنا مش هخليها تشوف الغرب اللي أمها شافته. من دلوقتي مالكيش دعوة بيها. يلا يا بت. البت في حضانتي. سيب البت يا عبد المنعم. يا بنت بالله العظيم، إن ما سبت البت لا صوت ولا عليك الدنيا وتبقى فضيحة. كده؟ طب أنا هاخد بنتي. أنت مش أمينة عليها. هاخدها بالشرع والقانون. أنا جمعتكم النهاردة عشان ناخد قرار في حاجة مهمة، وهي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية. لا 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 يا شيخ محمد، إحنا متفقين على عالمية الإسلام، وده يستلزم عالمية القرآن وترجمته إلى اللغات الأجنبية ليستطيع المسلمون غير العرب أن يفهموه، وليتمكن العالم الغربي أن يتعرف على ما فيه من معان واتجاهات قادرة على إنقاذ الإنسانية مما تردد فيه. حجة مرفوضة. الإنجيل كما نعلم كتب في البداية باللغة اليونانية، وأصبح الآن مترجما إلى 1300 لغة ولهجة يتحدث بها معظم سكان العالم. القرآن له وضع خاص يا مولانا. ما طبع من ترجمة الإنجيل في هذه السنة وحدها 100 مليون نسخة، وزعت في أكثر من 150 قطرا، فلماذا لا يكون للقرآن الكريم نفس الفرصة؟ يا مولانا أنا مش فاهم الموضوع ده لزومه إيه دلوقتي. فضيلتك عارف إن فيه بعض المستشرقين قاموا بترجمة القرآن الكريم، والترجمة دي موجودة في الأسواق. أنا اطلعت على بعض هذه الترجمة باللغة الإنجليزية، ووجدتها مع الأسف مملوءة بالأخطاء. على سبيل المثال، الآية الأخيرة من سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش. قرأت ترجمة تقول حافين وذوي تشوز، أي بدون أحذية. ومن هنا فلا توجد علاقة بين المعنى الأصلي والترجمة. نريد ترجمة رسمية دقيقة يقوم بها الأزهر الشريف، فما رأيكم؟ يا مولانا، الترجمة ستؤدي إلى تعدد القرآن، يعني سيكون هناك قرآن فرنسي وقرآن إنجليزي وقرآن ألماني، بينما يقول سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. اعتراض له وجاهته، فماذا خلاف ذلك؟ الترجمة تزيل الإعجاز عن القرآن الكريم وتذهب بفصاحته، فهناك كلمات عربية ملهاش مقابل في اللغات التانية. وهذا الاعتراض أيضا له وجهته، فماذا خلاف ذلك؟ الترجمة سوف تختلف باختلاف المترجم وحسب اجتهاده، وبالتالي سوف يكون هناك تباين واختلاف بين الترجمات، وبالتالي تباين واختلاف في كتاب الله. بيعملوا ايه ده كله؟ ده بقالهم 4 ساعات. ترجمة القرآن الكريم ده موضوع مهم ولازم يدرس كويس. هو المراجع ده كل شوية يطلع لنا بحكاية. أنا سمعت إن الشيخ الزواهري كان معارض في ترجمة كتاب الله. الشيخ الزواهري مساب الأزهر، يعارض ولا ما يعارضش؟ هيعمل إيه؟ برضه عالم وله رأيه. علماء كتير معارضين. الشيخ محمد سلمان نائب رئيس المحكمة العليا الشرعية بيقول إن ده هدم القرآن. الموضوع لسه بيدرس، والشيخ المراغي عمره ما هيعمل حاجة غلط. اللي هو عايزه ده أساسا غلط. وانت شعرفك انت درست الأدلة الشرعية والفقهية عشان تقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما درستهاش، بس كفاية انها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مين قالك انها بدعة؟ الدليل ان ما سمعناش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ان حد قال نعمل ترجمة للقرآن، مع ان كان في بلاد كتيرة دخلت الإسلام وما بتتكلمش عربي. الثابت عندنا أن الصحابي سلمان الفارسي ترجم الفاتحة من اللغة العربية إلى الفارسية ليتمكن أهله من الفرس من الصلاة بها. بس دي حالة خاصة يا مولانا. والثابت عندنا أيضا أن أصحاب المذهب الحنفي أجازوا الترجمة الحرفية فيما يمكن أن يترجم حرفيا من كتاب الله. المذهب الحنفي أجاز الترجمة الحرفية؟ أيوة يا شيخ فتوح. أمال لو ما كنت الشيخ المذهب الحنفي؟ أرجحها بكل تأكيد.
على العموم أنا متفق معاكم على أن الترجمة الحرفية متعذرة في كل القرآن، وإن كانت ممكنة في أكثر الآيات. طب الآيات اللي يصعب ترجمتها هيبقى الحل فيها إيه؟ تستخلص المعاني ولا تحرى الدقة بقدر المستطاع. ما هو كده هيختلف القرآن من مترجم لمترجم. هو القرآن الكريم مش بيختلف تفسيره من مفسر لآخر؟ الاختلاف في التفسير يجيز الاختلاف في الترجمة، ومع ذلك سيكون من شروط الترجمة وضع النص العربي إلى جوار النص الأجنبي، وإسناد الترجمة لرجال موثوق بأمانتهم العلمية، والتأكيد على أن الترجمة ليست قرآنا. أنت كده أما تعوز حاجة تنك وراها لحد ما تجيبها. يا شيخ عبد المنعم، هل الأفضل أن يبقى القرآن الكريم محجوبا عن المسلمين الذين لا يتكلمون العربية، ومحجوبا عن العالم الغربي، أم نقدمه لهم بلغاتهم ليعرفوا نظمه الاجتماعية وما فيه من توحيد ومكارم الأخلاق؟ ده هو السؤال المطلوب الإجابة عنه. أنا آخر قرار أخذته اعتماد مبلغ 20,000 جنيه، وده بصفة مبدئية لمشروع ترجمة القرآن الكريم. ربنا يجعل خير أعمالنا خواتمها، بارك الله فيك. والمشروع ده ممكن نبتدي فيه على طول. جزاك الله خيرا. انت طبعا عارف ان انا قدمت استقالتي وان حاز باشا هيألف الوزارة. الوفد فاز بالأغلبية في الانتخابات. عسى ان يكون خير خلف لخير سلف. بس انا سمعت ان دولتك هتتعين رئيس الديوان الملكي. هو جلالة الملك فاروق لمحني بكده، بس الحقيقة ما فيش قرار نهائي في الموضوع ده. يبقى من حظه وحظ البلد كلها عشان يستمر التعاون بيننا لتأكيد التوجه الديني للملك. الدين هيغرس فيه العدل وينمي فيه الرحمة ويبقى الملك الصالح فعلا. هو مشكلة الملك فاروق دلوقتي إنه هو لسه تحت الوصاية. مجلس الوصاية بيتولى سلطات الملك لغاية ما يبلغ سن الرشد. أفتكر لسه قدامه سنة أو أكثر. هو الدستور حدد سن الرشد للملك 18 سنة. سنة ميلادية ولا هجرية؟ لا، هو الدستور ما حددش في ده، بس هو في العموم بالميلادي. وليه ما تكونش هجرية؟ احنا دولة إسلامية وده الأنسب لينا. والله يا شيخ محمد لو خدناها بالهجرية يبقى الملك قدامه شهور ويتولى سلطاته. وإيه المانع؟ أنا متعشم خير كبير في الملك فاروق، وخير البر عاجله. عموما أنا حارض الأمر ونشوف الرأي في المسألة دي. السادة المواطنون، تحقيقا للثقة الكبيرة التي أولتها الأمة إلى الوفد المصري في الانتخابات الأخيرة، فإن برنامج حكومتي يتمثل أولا في تحقيق استقلال البلاد بإبرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة، وكذلك العمل على صيانة دستور الأمة والسير بالبلاد في طريق الإصلاح. وسيكون في مقدمة ما نعنى به شؤون الفلاح المصري الذي يجب أن يكون له النصيب الوافر في الخير الذي هو مصدره، وتمكينا لصلات الولاء والثقة بين العرش والأمة، ستقوم حكومتي بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة القصر لتوثيق روابط التعاون في خدمة البلاد، وسأعرض على مجلسكم السامي مشروع مرسوم بإنشاء هذه الوزارة. الحقيقة أنا مش جاي أهني، التهنئة لنا. أنا جاي أدعو لك بالتوفيق. جلالة الملك أصر على أني أمسك رئيس الديوان الملكي، وإحنا مع جلالة الملك في هذا، وإن شاء الله يستمر التعاون بيننا على أفضل وجه لمساندة هذا الملك الصالح في خدمة الدين والوطن. على فكرة يا شيخ محمد، اقتراح احتساب سن الرشد لجلالة الملك على أساس التقويم الهجري ده لاقى قبول عام.
كويس جدا. على كده يبقى فاضل شهور معدودة وينتهي دور مجلس الوصايا ويتولى جلالة الملك سلطاته. فضلت دعواتك إن شاء الله. إن شاء الله يكون طريقه ممهدا لخدمة الإسلام والمسلمين. المسألة ما هياش سهلة يا شيخ محمد، والطريق فيه عقبات كتير. تقصد الحاشية المحيطة بجلالة الملك؟ الحاشية ممكن يكون لها اتجاه مخالف تماما. اللي يطمن إن دولتك رئيس الديوان الملكي. رئيس الديوان ده بيتولى المسائل الرسمية، إنما الحاشية دي ليها صلاتها الخاصة وتأثيرها المختلف يا شيخ محمد. أنا شايف بدايات جلالة الملك طيبة جدا. حتى الدور الرسمي لرئيس الديوان فيه اللي عايز ينتزعه. فضلتك سمعت خطاب دولة النحاس باشا في البرلمان؟ قريته. لأول مرة بينشئ وزارة لشؤون القصر. أنا فعلا لفتت نظري المسألة دي. المفروض القصر يتولى شؤون رئيس الديوان، هو الصلة بين الملك وبين بقية الأجهزة، مش وزير تبع الحكومة يا شيخ محمد. أنا في الحقيقة مش فاهم المقصود بكده. بصراحة إن حاس باشا عايز يهيمن على كل السلطات في البلد، في البرلمان عنده الأغلبية، وبالنسبة للقصر الملكي بيحاول إنه يبقى وزارة تبعه، بس أنا لا يمكن أسمح لأي حد إنه يتدخل في اختصاصات رئيس الديوان. أعانك الله على ما فيه خير البلاد والعباد. أنت لسه قاعدة؟ مستنية البنت تخلص تمرين. ما زهقتيش من عادتك دي كل ليلة؟ وأعمل إيه؟ وكل ده على إيه؟ ربع جنيه لا يودي ولا يجيب. وقف ليه؟ اسمعي الكلام بس. اتدوري لفي لفي. اقعدي اقعدي. انت قصدك مني ايه؟ قصدي بدل ما انت فاضيه كل ليله ليكي عندي شغلانه. شغلانه؟ تتمرني زي بنتك بس مع الكبار شهر ولا اتنين وبعدين تشتغلي معايا. اشتغل معاكي ايه؟ ترقصي في الاستعراض الجديد. ارقص؟ انا ارقص؟ ده انا من كام شهر كنت متنطشش الشارع، اجي على الاخر وارقص. بلاش بلاش، انت حره. على رؤية بنت غاويه رقص؟ لو كنت جبتها ولا جيت معايا. خلاص خليكي زي ما انت. هي اللي بتشتغل معاكي بتاخد كام في اليوم؟ 2 جنيه في الليل، ده غير النقود، وكل ما تفتح ازازة تاخد عليها. لا يا اختي لا، هو انا بتاعك كده؟ خلاص محدش ضربك على ايدك. هي شغلانة دي بالليل برضو؟ امال بالنهار تيجي مع بنتك وتروحي معاها. كل ده وباتنين جنيه؟ لا لا بنا. وبعدين معاكي بقى انا مش فاضيالي. ايه الكلام اخده وعطى؟ عايزه تجيلي دلوقتي لان الشغلانه دي في ناس كتير بتجري عليها. لا دلوقتي لا، ما اقدرش اقول حاجه. اديني يومين كده ادور الموضوع في دماغي. Thank you.
2 جنيه في الليلة، ده غير النقود، كل ما تفتح إزازة تاخد عليها. هي حصلت لي كده يا مبروكة؟ حصلت لي كده يا بنت الشيخ دهموش؟ تبقي رقاصة؟ اه ده بقى اللي كان ناقص. اه ده اللي كان ناقص. لا ده المتستر. بس انا بحب الرقص، ارقص لنفسي ما فيهاش حاجه، يعني الواحده كده تفك شويه على اللي جواها. كلمت الشيخ عبد المنعم، مراته جت تستنجد بينا وانت ما كلمتوش، مش كفايه انه طلقها، رفع قضيه واخد منها البنت وصلت الاعلان. كلمته يا هانم، كلمته. وقال لك ايه؟ قال لي الست المتربيه بنت الاصول بتشتغل في صاله راس هي وبنتها. حرام عليه الافتراء ده. بيحلف بالله العظيم انه راح الصاله وشافهم بعينه. وانت صدقته؟ هو اصله كان بيجسس عليها عشان القضيه. يعني مبروكه بقت رقاصه؟ ده اللي بياكده طالقها، وجاب لها صوره وهي داخله الصاله ومقدمها في المحكمه. مش ممكن، ازاي ده يحصل؟ اهو حصل. هتروح من ربنا فين؟ هي وهو هيتحاسبوا. هو قفل في وشها باب الرحمه وكرهها في الدين لحد ما غلبها الياس وما بقتش عامله حساب لحاجه خالص. الكلام ده لو صحيح انا ما عدتش اعرف الست دي خالص، هي جايه كمان كام يوم تعرف عملنا ايه. انا خالي الشغاله تمشيها من بره بره. لا يا هانم، انا عايز اقابلها، يمكن ربنا يقدرني واردها عن الطريق اللي هتمشي فيه. القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، لأنه يحيط بكل حاجات الدنيا والدين. يقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. كده يعني السنة ملهاش مكان؟ كيف لا يكون للسنة مكان في الإسلام؟ من يتحدث بهذا الافتراء فليقل لنا في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات، وكيف عرف مقتلات الصوم، وكيف حدد زكاة الذهب والفضة والأنعام، وكيف تعرف على مناسك الحج وأحكام البيوع وغير ذلك. السنة النبوية جزء لا ينفصل عن الدين. عفوا يا مولانا، كتاب الله تبيان لكل شيء، فكيف فاتت هذه الأشياء ولم يخبرنا الله عنها؟ من بينكم يجيب عن هذا السؤال؟ محمد الشعراوي، هل تستطيع الإجابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله تضمن بين أحكامه الأخذ بالسنة، فهي من بين ما أمرنا به. يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. فالتزام السنة إذن هو من أحكام كتاب الله كما وردت به. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا شعراوي، بارك الله فيك. كده برضو يا شيخ احمد؟ كده برضو؟ لا، انا ليا عتاب كبير قوي عليك. خير يا نهيب؟ ماكيش تقول لي مبروك؟ هو اللي كان بينا في الجمالية ده ايه؟ مش عيش وملح برضو؟ مبروك على ايه يا نجيب؟ مبروك على ايه؟ انت بتقراش جرايد ولا ايه؟ ولا الشيخ محمد ما قالكش؟ ده جه مبارك لي والله.
أنا أصلي ما بشوفش الشيخ محمد بقالي مدة. نجحت يا سيدي في الانتخابات وبقيت العضو المحترم في البرلمان. والله ألف مبروك يا سيدي. رشحت نفسي خلف مصطفى باشا النحاس وعلى مبادئ سعد باشا زغلول. الوفد يعني. الحكاية دي كلفتني كتير بس يلا ربنا يعوض علينا. وربنا يعين. أنت دلوقتي بقيت وكيل على الناس اللي انتخبوك، والوكيل لازم يشوف مصلحة الموكل. يوه ده أنا عندي مصالح قد كده. زي ما يكون الناس ما صدقوا، كل واحد جاي وجايب لي معاه طلب شكل. المهم تراعي ربنا في اللي بتعمله. وانت مش محتاج اي حاجه؟ ترقيه؟ درجه محتاجها؟ لا يا سيدي متشكرين. انا اكلم الوزير عادل، الوزاره دي بتاعتنا. انا مترشح خلف مصطفى باشا النحاس وعلى مبادئ سعد باشا زغلول. ربنا يوفقك. المهم الواحد يبقى له مبادئ يلتزم بيها، الاخلاص والامانه والصدق. انا ماشي على مبادئ سعد باشا زغلول وخلف رياسة مصطفى باشا النحاس. المهم تقتنع بالمبادئ دي وتطبقها. اه طبعا مقتنع، بس انت عارف ان انا ماليش تقل على السياسة، طول عمري دماغي في التجارة بس. الله، وما رشحت نفسك ازاي على مبادئ سعد باشا؟ ما هو البركة فيك بقى. انا عايزك تفهمني ايه مبادئ سعد باشا زغلول دي وتقولهم لي في كلمتين من كلامك الحلو علشان لما اقولهم للناس يصدقوني. كذاب، والله العظيم كذاب. انا ارقص في الصاله. الشيخ عبد المنعم مراقبك وبيقول شافك كم مره بتدخليها. انا بروح عشان البنت فتحيه شيطانه في الرقص، بس انا عمري ما رقصت في الصاله. هي عشان اليمين، الست صاحبه الصاله قالت لي ارقص عندها، بس انا لحد دلوقتي ما قلتش ايوه. لا انت ناويه تقولي ايوه؟ لا انا بنت ناس واعرف الاصول، وحد الله ما بيني وما بين الحرام. وسهرك في الصاله كل ليله انت وبنتك، ده مش حرام؟ الكلام بتاع زمان، كل حاجة حرام. حلفتك بالغالي عندك تفضك من الكلام ده. محدش قال ان كل حاجة حرام. انا غلبت من الكلمة دي، انا مش عايزة اسمعها. انا كرهت الدنيا وكرهت نفسي بسببها. يا ستي مبروكة، هو انت يا تروحي شرق يا تروحي غرب، ما تخليكي معتدلة. وكذلك جعلناكم امة وسطة. انا كنت هموت على ايدك يا ستة، ولما الدكتور عملي العملية طلقني وانا لسه ما فوقتش من البنج. قال لي تبعتي في الحرام، هو انا انساها؟ اي نعم، اللي عمله الشيخ عبد المنعم ده غلط، بس ده مش مبرر عشان انت كمان تغلطي. هو عبد المنعم بس؟ ده ابويا كان اكتر منه. ده انا مره وانا عيله نزلت اجيب مصاصه وما كنتش حاطه الطرح، ضربني وكسر دراعي، لحد دلوقتي بيعل عليا. وعبد المنعم عمل نفس الشيء ونفس الحكايه بالظبط مع بنتنا فتحيه. التشدد بتاع الشيخ دهموش والشيخ عبد المنعم ده مش من الاسلام. هو ده الاسلام اللي اتعلمته؟ الاسلام سماحه ويسر. انا عايزك تشيلي من دماغك اللي اتعلمتيه وتعرفي الدين على حقيقته. خلاص بقى. انت مش حافظه ايات من القران؟ انا كنت حافظه نصه قبل ما اتجوز. انا مش عايزك تحفظيه، انا عايزك تفهميه. ياما عبد المنعم وابويا الشيخ دهموش جابوا لي كتب من السفره القديمه دي لسه عندي، بس كل ما اقلب فيها صفحه ما بفهمش منها حاجه. الكتب السفره اللي عندك دي مش عايزك تفتحيها، انا هديك كتاب تقري. الكتاب ده عنوانه سماحة الاسلام. ده كتاب سهل قوي، اقريه وهتفهميه بسرعه. انتوا بتعملوا كل ده علشان فتحيه ما تروحش الصلاه؟ خلاص مش هوديها، بس عبد المنعم يتنزل على القضيه اللي رافعها عشان ياخد البنت مني. المشكله مش القضيه، المشكله افكارك القديمه عن الدين وافكار الشيخ عبد المنعم كمان هو السبب. الخلاف اللي بينكوا ده ممكن يتعالج، المهم نصلح الاسباب. انا عايزك بعد ما تقري الكتاب ده تيجي عشان اناقشك فيه واديك كتاب تاني. قلت ايه يا ست مبروكه؟ هقول ايه؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير.